بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 121. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الوقف في الإسلام من حيث تعريفه وحكمه وما يتبع ذلك من أحكام. فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحو ذلك. وحكم الوقف أنه قربة مستحب بالإسلام، الدليل على ذلك السنة الصحيحة. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصله وتصدقت به، غير أنه لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث. وتصدق به عمر بالفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والمراد بالصدقة الجارية الوقف. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وقال القرطبي رحمه الله: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف، بأن يكون بالغاً حراً رشيداً، ولا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. وينعقد الوقف بأحد أمرين: الأمر الأول القول الدال على الوقف، كأن يقول: وقفت هذا المكان أو جعلته مسجداً. الأمر الثاني الفعل الدال على الوقف في عرف الناس، كمن جعل داره مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عام، أو جعل أرضه مقبرةً وأذن للناس في الدفن فيها. وألفاظ التوقيف قسمان: ألفاظ صريحة كأن يقول: وقفت وحبست وسبلت. وسميت هذه الألفاظ صريحةً لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد إليها. والقسم الثاني ألفاظ كناية، كأن يقول: تصدقت وحرمت وأبت. سميت هذه الألفاظ كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وتحتمل غيره، فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه، كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو صدقة محبسة، أو صدقة مسبلة أو محرمة أو مؤبدة. أو اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف، كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. ويشترط لصحة الوقف ستة شروط، وهي: أولاً، أن يكون الواقف جائز التصرف كما تقدم. ثانياً، أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام والشراب. ثالثاً، أن يكون الموقوف معيناً، فلا يصح وقف غير المعين، كما لو قال: وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي. رابعاً،
أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة بر، كما لو وقف على معابد الكفار وكتب الزندقة أو وقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها أو على سدنتها، لأن ذلك إعانة على المعصية. خامساً، ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان. سادساً، يشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاً، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته، كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، لما روى أبو داود أوصى عمر إن حدث به حدث فإن ثمغا أرضا له صدقة، واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماع. ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال، لأنه يكون في حكم الوصية حينئذ. أيها المستمعون الكرام، لانتهاء الوقت نعيدكم مواصلة الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.